عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا طريقة الفاهيتا. جبنا صدور فراخ وقطعتها شرايح زي كده، وحطيت عليها ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، كاري، كركم، كزبرة، فلفل اسود، حتة كاتشب، حتة مايونيز، هتديكم طعم معاها كويس. النهاردة هنعملها على طريقتنا، يا ريت لو عجبتكم الطريقة تعملوا لنا كومنت وشير ولايك. معانا طاسة فيها زيت سخن، يا ريت نحط لها زيت ونخلي الزيت يسخن جامد خالص، عشان لما نحط الفاهيتا احنا محتاجين ان احنا عايزين تبقى فيها حتة صدمة زي كده. نحرك فيها كتير، هنسيبها كده لغاية ما تاخد لون، وبعد كده هنرجع بالإضافات. أنا بحط الإضافات بتاعتها ونرجع لكم تاني. دي وأنا بقلبها شايفين يعني انتوا مش هتشموا الريحة اللي أنا شمناها دلوقتي. هنسيبها رجعنا لكم تاني، وشايفين لونها بقى ازاي. كل ما هذا الصوص بتاعها ازاي انا ليه سخنت الزيت جامد؟ عشان خاطر الصوص ده ينزل منها. ده بس جامده. شايفين اختي بتقول جامده ازاي، الريحة مش متخيلينها، مش متخيلينها خالص كده. ولو كمان عملتوا جنبيها العيش اللي هو العيش السوري هتبقى بصوا تحفة تحفة تحفة. ادي معايا انا البصل دلوقتي، هحطه شوية بصل عليهم شرايح، نقطعها شرايح. ومعايا فلفل، وفلفل حامي وفلفل اخضر وشويه طماطم، دي الاضافات بتاعتها. وهنقعد نقلب فيهم لغايه ما كلهم يدبلوا وياخدوا لون في بعضيهم، وبعد كده هرجع لكم تاني. بعد ما دبلت خالص مش عارفه اقول لكم الريحه ازاي صراحة، تشهي قوي. انا موطي عليها شوية عشان ايه ما تتحرقش مني، عشان تعجي تتحرق. اخر حاجه وصلنا لها، لما كده استوت خلاص انا هطفي عليها. يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد ويكون عندي حسن ظنكم ان شاء الله. شكرا لكم وعلى دعمكم.